لا يكتمل رمضان من دون لحظات الأنس مع الأصدقاء والأحباب ومشاركة الإفطار بين الجيران وأهالي المنطقة، فهو شهر يعطي الفرصة لجعل العلاقات أكثر متانة وقربا. هذه البادرة من رمضان لرمضان نلتم نحن حي الشارع، ندور خاصة يوم أو يومين، مش حتى يوم واحد، يومين في هذا الشهر الكريم، ندور لمة جماعية نلتم فيها إفطار جماعي، شياب وشباب وأطفال، ونتبادل الكلمات الطيبة ونذكر الزمن القديم. أهالي المنطقة باء في مدينة المرج وضعوا الشاهي على نار هادئة في انتظار أن يروي الأذان ظمأهم، والجميع في حالة استعداد لأكل الأصناف المتنوعة التي أعدتها ربات البيوت. لما هي طبعا عادة في كل شهر رمضان نديروا فيها، تلموا الأحباب والجيران والأصحاب، وكل واحد تجي عفوية، ما فيش لا في ترتيبات قبلها ولا في أي تنسيق، تجي عفوية وكل حد من الجيران يجيب صفرة ويجيب فيها الفطور متاعه، والفكرة إن نحن نقعزوا بعضنا ونهدرزوا ونخرفوا. الصورة أبلغ من الكلام، فهذه اللمة لوحدها كفيلة بتوطيد العلاقات ونبذ الخلافات، وينبغي على الساسة والحكماء والمشائخ التعلم من أهل هذه المنطقة الصغيرة.